في ظل ما تمر به البلاد من ارتفاع في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي بدأ ينتشر كبؤر وبائية على بقاع مختلفة من الأراضي الليبية، فضلاً عما تشهده عدد من المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات والكوادر الطبية لمواجهة وتصدي هذا المرض. وفي هذا الصدد أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة شحنة مواد طبية للشعب الليبي، وذلك كمساهمة منها لمكافحة وباء كورونا، حيث شملت الشحنة معدات ومواد طبية تستخدمها الفرق الطبية وفرق الرصد والتقصي، وذلك لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس. وبالخصوص تقدم عضو الغرفة المركزية التابعة للجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا رمضان الفتوري بالشكر لدولة الإمارات الشقيقة على مواقفها الداعمة للشعب الليبي، لافتا إلى أنها مواقف تدل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتجذر أواصر الإخاء والصداقة المتينة بين الشعبين. الشحنة طبعا هي كما أسلفنا مواد طبية تستخدم في مواجهة أو مكافحة هذه الجائحة التي أجتاحت العالم ككل، فمختلف المواد التي تستخدم ويحتاجها الفرق الطبية وفرق الرصد والتقصي والمختبرات العاملة في هذا المجال. ويأتي هذا الدعم لضمانة حالة الجاهزية الكاملة لمراكز علاج مصابي فيروس كورونا من خلال توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والتحسين من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد والتعامل معها.